أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية العاجلة. منذ قليل ناقش السفير سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مجموعة من القضايا والملفات الهامة، على رأسها التعاون في إنشاء محطة الضبعة النووية. وكشف سامح شكري عن الاتفاق على استمرار كل طرق التنسيق والتعاون بين البلدين وتحديد موعد لعقد مشاورات على مستوى 2+2، يعني فيما يعني وزراء الخارجية والدفاع والتنسيق في العديد من القضايا خاصة في ليبيا وسوريا. من بين القضايا أيضا جاءت قضية الساعة المتعلقة بملف سد النهضة على رأس محاور النقاش في المؤتمر الصحفي المشترك. وقال السفير سامح شكري في هذا الصدد: وجدت من الوزير تفهم لأهمية هذه القضية لمصر وشعبها واستمرار التنسيق معنا في إطار التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول وينزع فتيل الأزمة ويعفي من أي عواقب نتيجة إجراءات أحادية لها تأثير على دولتي المصب مصر والسودان. أكد أيضا السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تسعى على مدى عقد مضى بالتوصل إلى حل لقضية سد النهضة من خلال عملية تفاوضية بذلت خلالها جهود كبيرة وأبدت مرونة كبيرة في هذا الصدد. وأضاف أننا نسعى لتحقيق مصالح الأطراف كافة بشكل متساوي دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان أو الانقراض من حصتهم المائية. وتابع: هذا الأمر بيعد أمر وجودي لدولتي المصب ولا يمكن التعامل معه في إطار المفاوضات عندما تتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية. أما بالنسبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فأكد على اقتناع موسكو بأن الحل المنسق بين كل الأطراف المعنية بقضية سد النهضة بيضمن المصالح الشرعية ويوفر ظروف للتسوية الشاملة، مشيرا أيضا أن بلاده مهتمة بتسوية هذه المسألة عبر الحوار السياسي وخلق ظروف جيدة. تابع أيضا أنه اقترحنا تحريك هذا الموضوع ولا نسعى للعب أي أدوار أخرى، ولم يتم توجيه دعوة لنا لدور الوساطة، ونعير أهمية كبرى للاتحاد الإفريقي لهذه العملية. أما فيما يتعلق بالملف الليبي فأكد وزير الخارجية الروسي أن استقرار الأوضاع الميدانية بيشكل تأمين للاستقرار السياسي، مشددا على أن موسكو بتدعم تنفيذ كل المقررات التي قررها وكل القرارات التي قررها الليبيون أنفسهم ومواصلة تنفيذ اتفاقيات مقررات 5+5. وأيضا أشار أن الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ سنوات، داعي إلى عدم تهميش القضية نتيجة التطبيع مع بعض الدول العربية. ده كان ملخص لكلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية ونظيره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. خلينا عشان يعني نطلع حضراتكم على مفاهيم أكثر عن ما حدث في المؤتمر وأبرز التصريحات والقرارات التي تمت مناقشتها، هنعرفها من زميلنا أحمد جمعة مسؤول ملف الخارجية باليوم السابع. أحمد، برحب بيك معنا. أهلا بك يا أستاذ حور وكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. أحمد، يا ريت تطلعنا على أهمية الملفات التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر بشيء من التفصيل، تفضل. يعني بعد التحية لحضرتك ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، يعني اليوم السابع كان حاضر في هذا المؤتمر، ويعني أهم الملفات التي تم التشاور حولها هو ملف سد النهضة وتعثر المفاوضات بسبب التعنت الإثيوبي. الجانب الروسي أكد على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف على أهمية الحل السياسي وعبر آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وأن هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
فيما اكد وزير الخارجيه سامح شكري ان تعثر المسار الافريقي قد تعثر حول مفاوضات صد النهضه بسبب تعنت اثيوبيا وعدم انخراطها في مفاوضات جاده، ولا توجد اي مرونه كبيره من قبل اثيوبيا للتوصل لاتفاق، محذرا من الاضرار بدولتي المصب تحديدا مصر والسودان في حال اقدمت اثيوبيا على اتخاذ اي اجراءات احاديه حول هذه النقطه دون التوصل الى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث. إذا تم التطرق إلى الملف السوري وكان حاضرا بقوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد على ضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، وأنه تم التباحث والتنسيق ما بين موسكو وعدد من الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية في هذا الإطار، كاشفا عن أنه لمس ترحيبا من الدول العربية لعودة دمشق إلى مقعدها، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر ل الشعب السوري وتطلعات أبناء الشعب السوري، وأشار إلى أن ما يتعلق بالانتخابات السورية التي ستجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة هو شأن داخلي سوري لا تتدخل فيه الدولة المصرية. الملف الليبي أيضا كان حاضرا بقوة في هذه المشاورات. وزير الخارجية سامح شكري أكد على دعم مصر لمخرجات اجتماعات جنيف، دعم المسار السياسي والمسار العسكري وتحديدا البند الخاص بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، لأن ذلك سينعكس سلبا على أمن واستقرار مصر التي ترتبط بحدود مباشرة مع الجارة ليبيا. وزير الروسي سيرجي لافروف أشار إلى أن بلاده تدعم مخرجات المسار العسكري 5+5 واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 أكتوبر 2020 بين وفد الجيش الليبي ووفد حكومة الوفاق آنذاك، وأن بلاده تدعم العملية السياسية في ليبيا والسلطة الجديدة الاطلاع بدورها لترتيب لإجراء الانتخابات وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب الليبي. العلاقات المشتركة أيضا بين القاهرة وموسكو كانت حاضرة في هذه المباحثات. تم تطرق المشروعات المشتركة التي تجري الحوار الاستراتيجي. لافروف أشار إلى تفعيل اتفاقات مهمة مع مصر يناير الماضي، وكشف أن هناك تنسيقا يجري للاتفاق على موعد محدد لعقد اجتماع بصيغة 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع للتطرق إلى عدد من الملفات الهامة. أيضا الصراع في أوكرانيا وتحديدا في كييف كان حاضرا. لافروف حذر من التدخلات الأمريكية وقال أن أمريكا يعني المسافة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكييف بعيدة للغاية، وأن موسكو تستغرب هذا التدخل من قبل موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أشار إلى فكرة سماح تركيا إلى عدد من السفن الأمريكية للعبور البحر الأسود للتوجه إلى كييف، وحذر من تصاعد الأمور بشكل كبير في أوكرانيا مما يمكن أن يؤدي لاندلاع موجات جديدة من العنف خلال الفترة المقبلة. الملف اللبناني أيضا كان حاضر. وزير الخارجية كشف عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى لبنان والإلتقاء بالزعماء السياسيين اللبنانيين. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وعدد من الزعماء اللبنانيين إلى العاصمة موسكو خلال الأسبوع الجاري للتشاور حول وضع آلية لإخراج البلاد من النفق المظلم ودفع جهود تشكيل الحكومة الجديدة وحل المشكلات الداخلية التي يعاني منها لبنان وتحديدا على المستوى الاقتصادي. هذا ما أبرز ما ورد في هذا الموضوع. طيب يعني دعنا نتحدث عن الملف الذي جاء بقوة في المؤتمر وهو ملف سد النهضة. يعني في رأيك شايف إزاي موقف روسيا من التعنت الإثيوبي؟ يعني الواضح أن روسيا لا تريد الانخراط بقوة في هذا الملف، من خلال تأكيد سيرجي لافروف أن بلاده تدعم الوساطة الإفريقية وتدعم دور الاتحاد الإفريقي، وأن لم يطلب الوساطة من موسكو الآن، وأن موسكو في السابق قد يعني اقترحت تقديم خبراتها الفنية، تقديم استشارات إلى مصر، إلى مصر وإلى السودان وإلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة والتوصل لاتفاق ثلاثي بين الأطراف الثلاث. لكن أديس أبابا يعني بسبب تعنتها لافروف لم يدين أديس أبابا، لم يقول أن إثيوبيا تتعنت، هو فقط اكتفى بالتعقيب على أن بلاده تدعم المسار الإفريقي. وزير الخارجية سامح شكري
أكد بشكل واضح أن إثيوبيا تتعنت رغم الرعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات وأنها غير جادة ولا تتعامل بمرونة في هذا الملف، وانتقد النهج الإثيوبي في هذا الإطار. أعتقد أن موسكو لن يكون لها دور مؤثر في هذا الملف، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هاتان الدولتان لهما تأثير كبير في إثيوبيا، لهم علاقات استراتيجية مع إثيوبيا. الصين حاضرة بقوة في مشروع خط النهضة ويمكن أن تؤثر على إثيوبيا. الولايات المتحدة الأمريكية، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية أيضا أكد خلال الأيام الماضية على ضرورة انخراط في المفاوضات، وحذروا من أي إجراءات أحادية تتخذها أي من الدول في هذا الملف الذي يحتاج إلى توافق تام ما بين الدول الثلاث. عظيم. طيب يعني خلينا كمان نتحدث عن فيما يتعلق بالأزمة الليبية، هل حدث توافق في الرؤيتين المصرية والروسية فيما يتعلق بالأزمة الليبية؟ هناك توافق في الموقفين المصري والروسي حول دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور محمد المنفي، أو الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الحميد للدبيبة، أيضا دعم المطار العسكري الذي تم التوصل إليه وهو أحد مخرجات اجتماعات جنيف التي جرت في 23 أكتوبر الماضي، وتم توقيع اتفاق لتسريب وقف إطلاق النار. لافروف أكد على دعم هذه المخرجات سواء مخرجات العملية السياسية أو المطار العسكري دون إبداء المزيد من التفاصيل، فيما أثر الوزير الخارجية سامح شكري في هذا الطلب، وأكد دعم مصر للسلطة الجديدة في ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق ما ورد في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الثوارج الليبي في تونس. أيضا أكد وزير الخارجية على ضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الحدود الليبية، لأن ذلك سيؤثر على أمن واستقرار مصر، وأن هؤلاء المرتزقة يعني يضعفون أي محاولات أو سيجبرون أي محاولات لحل الأزمة الليبية سياسيا. وسدد مرارا وتكرارا على ضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التحالف. تمام. يعني يا ريت ايضا تطلعنا انه يعني في المؤتمر كان هناك اتفاق مصري روسي في اهميه عوده سوريا للجامعه العربيه، يا ريت تضعنا اكثر في التفاصيل المتعلقه بهذا الامر. نعم، يعني هذا الطرح تتبناه روسيا بشكل كبير. لافروف ركز على ضروره عوده روسيا الى سوريا الى الجامعه العربيه، وضروره تدعم الدول العربية هذا الإصرار، لأن روسيا هي سوريا هي دولة عربية ويجب أن تدعمها الدول العربية. أشار إلى جولته للدول الخليجية التي ناقش خلالها عودة الدولة السورية إلى شغل مقاعدها في الجامعة العربية والتمسك بالحل السياسي وإخراج المقاتلين الإرهابيين الذين يتواجدون في الأراضي السورية، وأيضا عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى أراضيهم، والمحا إلى بعض العراقيل التي تقوم بها بعض الدول المعنية بحل الأزمة السورية عندما اشترطت ضرورة أن يتم تغيير النظام السوري الحاكم حتى يتم السماح بإعادة الأعمار. لافروف انتقد هذا الأمر وسدد على أهمية إعادة أعمار سوريا وحل الأزمة وفق القرار الأممي 2254، وأكد تمسك بلاده بهذا القرار. وزير الخارجية سامح شكري أكد على دعم مصر الكامل للشعب السوري تطلعات أبناء الشعب السوري، والوزير أشار وجدد التأكيد على السياسة الخارجية المصرية أن مصر لا تتدخل في الشؤون الخارجية للدول، عندما قال أن الانتخابات الرئاسية التي تم إجراءها في سوريا هي شأن داخلي سوري، لكن مصر ترفض التدخلات الخارجية في الشأن السوري، بترفض أي محاولات من قبل أي أطراف إقليمية لزعزعة أمن واستقرار الدولة السورية. هذا ما جاء، يعني هذا أبرز ما جاء على لسان الوزيرين فيما يخص الملف السوري. نعم، يعني نحن أيضا رأينا أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يتم التطرق والحديث عن إحياء دور الرباعية الدولية لإعادة مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. هل يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تفعيل هذه اللجنة، ومدى تأثير الانتخابات الفلسطينية والتشابكات الإسرائيلية الداخلية حول مسار العملية التفاوضية؟ تفضل. يعني في رأيي يصعب إحياء الرباعية الدولية المشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب
الخلافات العميقة ما بين موسكو وما بين واشنطن في عدد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، الملف السوري أو في الملف الليبي أو في القضية الفلسطينية. لكن الرباعية جنيف، رباعية جنيف التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، هي التي تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في هذا الإطار، وتتحرك لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن الدولة المصرية تدعم مبادرة موسكو لإحياء الرباعية الدولية المشكلة كما قلنا من موسكو واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وأن يكون الحل في هذا الملف عبر حل الدولتين ودعم مبادرة السلام العربية التي تقدمت فيها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002، وهو موقف ثابت ونهج ثابت للدبلوماسية المصرية فيما يخص الملف الفلسطيني. هناك تقارب في وجهات النظر، وموسكو برضو أيضا أشارت إلى دعم مصر تحركاتها التي تجري لتفعيل عملية السلام أو تقريب وجهات النظر بين الفصائل والمكونات. عظيم، شكرا جزيلا الزميل أحمد جمعة مسؤول ملف الخارجية باليوم السابع، شكرا لك. شكرا لحضرتك يا أستاذ حور ولكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع والزملاء في الإعداد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم كل متابعين تلفزيون اليوم السابع، كانت هذه التغطية يعني تناولنا فيها شيء من التفصيل عن المؤتمر الذي انعقد منذ قليل حول مناقشات في قضايا هامة كانت يعني بين السفير سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار الساعة. إلى اللقاء.